المزرعة دي بداية الخير من شركة تسمى أرض الخير تبع مؤسسة مصر الخير، وكلها إن شاء الله هتكون خير في خير، علشان بتهتم بالإنسان وعلشان بتهتم بعمارة الأرض، لأن إحنا مبدأنا التعمير لا التدمير. وده رسالة للعالم كله أن الذين يفسدون في الأرض ويلهم عظيم يوم القيامة. يا مصر مهملة السنين اللي فاتت، وكان دايما الدولة والناس بتطلب تعميرها علشان دار المفاتيح. نبدأ وهنقدر.